راسهم. شوف هاد الناس فين تيحلوا راسهم ومشاو راه هو الدور واش كاين شي اشغال اليوم الحد. هاد الناس هاد السيده دار خدام على الحد تما على الحد هذا ما يحسوش فيه. هذيك الشاحن هذيك اللي هزها البيطون راه هنا هذيك ديال اسمك يا استاذ هذيك جاتو التنبيه كانت حتى التروطوار كانت مسدوده حتى التروطوار على طريقه راه ماشي طريق. انت كاع هادشي راه تهرس كاع دابا ولادكم ما تخليهمش يدوزوا بوحدهم لهنا. ما قدرنا نخليهم ماشي ما قدرنا بالنسبه لكريساج راه سيكيريتي معاهم اجون سيكيريتي تكريسا عندنا الداخل حارس امن. ها هو الاخ هذاك هذا السيد هذا اللي زار ديالنا طالب في الكليه هنايا جاي تتلكاو ليه جوج لا مع ثلاثه بالسيوفه ما نفعوا غير رجليه جاب الله سيد سبورتوف وتيجري. هادو راه خاصهم نهار يبيعوا لنا يقول لنا واش نتوما سبورتيف ولا ماشي سبورتيف واش تقدر تجري ولا ما تقدر تجري ديروها معنا في الكونترا. هذا كنخافوا على هذا قد يجري واحد اخر واش غادي يقدر يجري على الاولاد ديالنا يخرجوا الحين راه السبعه العشيه هنايا ما تقدرش تخرج لانه تيكونوا عباد الله مجمعين هنا اللي جايبين كل واحد جايب شي جايب الشراب شي جايب تيقعدوا كاع في هذا الطريق. واش النمر ديال هنا جي شوف هنا تسعود ديال اللي تسعود ديال اللي جي شوف هنا ما تقدرش ياك دابا حنا ما نقدروش على غير اللي بغيتي زعما باش تحيد من هنايا دوز ليها كتلقى ما فايت الكباري اللي ما نعرف شنو هو كاع داك. مساله اخرى اللي بغيت ناكد عليها هو انه هاد الناس هادو تيمنعوا انه يكونوا شي اشغال ترميم ولا اصلاح داخل الشقه يوم الاحد بحكم انه راه الله يكون في العوان كاين اللي خدام كاين اللي وهما علاش يبقاو خدامين اليوم الاحد خدامين دون احترام السكن. لان السطر الثالث ديالهم متكي على السطر الثاني يعني كيصدعوا كاع الساكنه ديال السطر الثاني. واجي تعاين مع 8 الصباح شوف 8 الصباح كتلقى كتسمع المطرقه الرق انت شغلك هذاك العسل. هذا الحجر هذا راه كان واصل نصف الشارع راه يلاه حيدوه من شافونا غنمشيو نهضروا يلاه تحيد. عباره على رومبوا دوبل فوز ها هي سير بلون لي جاردان دابرا جاردان دانس ها هي هنا كاينه عباره على رومبوا دوبل فوز. تهدرات الساكنه كامله وغوتات لانه الازبال الناس اللي كيكبوا التراب تيكبوه في الشانطي تا غوتات الساكنه عاد باش هما داروا واحد الحل باش يخلونا حنا منين ندوزو مني هضرنا قال لك راه السيده القاعده جات حبساتهم لانه الدوار تشكى ولكن حنا فاش تشكينا الساكنه تاع ديور الاطلس لانه كل شيء تيكبوا التراب تيجيو الناس منين من المحامي اي تيكبوا التراب واش حنا غنعيشوا واش غنعيشوا هانتوما ها الى هاد الناس يقول لك هو جاي حط مشروع سكني وما دايرش ليه الطريق يعني غنجيو حنا بالطيارات هاد المشروع السكني. السلام عليكم. اليوم حنايا كسكان دور اطلس جايين تنحتجوا لغياب مجموعه من المرافق العموميه والضروريه والاساسيه لفائده سكان دور اطلس. من بين هذه العراقيل عندنا مشكل ديال الطريق الغير المعبد. هذا مشكل كبير لانه ولينا كنشوف الظلام وكنمشيو في لابيست اللي فواتور ديالنا تخسروا بسبب هذيك لابيست يعني ضرر كبير على الساكنه. وبالنسبه لهذيك البيست فيها واحد القنطره دايزه على واحد الساقيه اللي ولات قابله للنزول او للهبوط في اي وقت. اذا حنايا ولينا تنعانيو بزاف ديال العراقيل وغياب الاناره يعني الانسان تيمشي في هذا الطريق اللي هي بيست وميم طو تيمشي في الظلام. اذا هذا الانسان خصو يدخل مع 6 العشيه سميتو كانه ساكن في المجال القراوي والمجال القراوي باقينا احسن اظن احسن من ذلك. اذا اليوم زائد على هذا الشيء داخل الاقامه تنعانيو مجموعه من المشاكل غياب الباركينغ غياب المرافق للاطفال اللي الاطفال ولينا حنايا كسكان كنضربوا في بعضياتنا فين انت غتستاسيوني لا فواتور فين غادي تستاسيوني. اذا هذا اشكال كبير.
وتنتمنى من السلطات ومن وزاره التجهيز انها تجي وتشوف وتعاين هذه المشاكل اللي تتعاني منها الساكنه، وتنتمنى ان هذا الصوت ديالنا يوصل. يعني حنايا اصلا باش نتسلموا حنايا السويتات ديالنا، قالوا لنا ضروري انكم تخلصوا السانديك. المبلغ اللي هو كان شويه كبير، وزياده على ذلك كانوا لي فري دوسي افون. اذا حنايا بغينا هاد الفلوس نتحاسبوا عليهم ونديروا بهم ما يفيد الساكنه. وشكرا. السلام عليكم، كنشكركم على التغطيه الصحفيه اللي جيتوا قمتوا بها من اجل تغطيه هذا الحدث اللي هو عباره عن كي كنقولوا تظاهره صغيره من قبل سكان أطلس، اللي من اجلها كنطالبوا صاحب مشروع سكان أطلس انه سابق فينا بزاف ديال ماشي مطالب ولكن واجبات، اللي هي الطريق المؤديه للعمارات ما كايناش طريق، كاينه البيس ديزا فوكساديه اللي كتشكل خطوره بزاف بزاف على الساكنه، واللي تعرضوا فيها بزاف ديال النساء ووليداتنا للكريساج والسرقه من قبل قطع الطرق واضح النهار، كنأكد عليها في واضح النهار ماشي حتى بالليل، زيادة على الإنارة العمومية اللي تما مازال ما كايناش، الطريق كلها مظلمة اللي كتأتي بالمشروع. كيفاش هاد الناس بناو عمارة في الخلاء اللي ما عندهاش طريق وما عندهاش الطرق؟ هادشي اللي بغينا التوضيح ديالو. حاجة أخرى هو بزاف تاع الخصائص اللي عطينا عليهم فلوسنا، خلصنا شقة كتسوى 25 مليون، عطينا عامين سانديك دافونس في الاول قبل ما نتسلموا السوار ديال الشقه، فاذا بنا ما كنلقاوش لا مرافق عموميه فين يلعبوا الدراري الصغار، لا جريدات، لا باركينغ الطوموبيلات، لا باركينغ حتى للمطر، ما لقيناش حتى المصاعد اللي هي مذكوره في البروجي، ما كايناش انهم كيبيعوا لك ابارتمون 25 مليون فيها مرافق عموميه، فيها المصاعد ديالها، فيها الباركينغ ما كاين والو، لحد الساعه ما خدامينش لي زاسونسور. بزاف 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 الا جينا نذكروا كاع المشاكل اللي كتعاني منها الساكنه محال غادي نساليو اليوم. الطريق الرابطه انتم تابعين المجال الحضاري ماشي المجال القروي، هي الطريق الحضاري. حنا في شارع قماسه بالضبط، حنا في شارع قماسه على بعد 200 متر من القواس، ما كايناش الطريق اللي كتأدي للعمارات ديال ديور أطلس، لا طريق لا إنارة، طريق مظلمة والطريق باقي بيست دايزة منها ساقية، في حين أنه بعض كاينين مشاريع ملاصقين معانا ديك الساقية مدوزينها من تحت ودايرين الطريق للمشروع ديالهم. هذا هو التوضيح اللي بغينا من هاد الناس، علاش بالضبط حنا اللي سكان ديور أطلس ما بغاتش تدوز لينا هذيك الساقية من تحت الأرض ويتقاد الشنطة. الرسالة الأخيرة هو إلى ما تجاوبوش معنا هاد الناس اليوم يعولوا بالراحة، غنعاودوها غدا، غنعاودوا وقفة أخرى بعد غدا، وغنبقاو معاهم الحين أنهم يستجبوا للمطالب ديالنا، وماشي هي مطالب، هي واجبات عليهم في الأساس. شكرا جزيلا.